السلام عليكم إخوتي أينما كنتم وحيث موجدتم، سلامي لكم، تحياتي لكم خوتي في أرض الشتات في ربع قطر الغالي في الدول اللي تابعوا فيديواتي. اليوم لقاء خاص مع الأخ زاك هذا واحد من الذين كانوا في لندن، هنا يقوم بالنشاط خاص بالحراك في لندن من أجل الجزائر. راح نديروا لقاء معاه بعد ما لقيناه هنا في لندن، تابعوني. السلام عليكم خويا زاك. اهلا خويا. واش راك دير في لندن اخويا؟ يا خويا حكمتنا نجري امور الدنيا هذه يا صالح يا خويا. داتكم الغربه يا خويا، فتره من وقت زمان ما تلاقيناش، وفرحت اليوم كي شفتك. ربي يحفظك يا خويا، يطول عمرك. واش راك لاباس؟ مده ايام الحراك اخويا، واش الامور هذا وكيفه؟ من هو زاك اليوم؟ حاب نعرف شكون زاك هذا يا اخي. اول شيء نشكرك على الفرصه هذه اللي عطيتها لي باش نديروا الانترفيو. كيف درنا انترفيو من فتره قبل الصيف، اظن شهر 3 و4، تكلمنا شوي، نعاود نعرفك زاك. الحمد لله من الناس اللي جاوا لبريطانيا من زمان، قبل ما تكون الفيزا. كانت الجزائر بقوتها كرامتها بسيادتها، ما نعرفوا الفيزا لا اسبانيا لا فرنسا لا بريطانيا، دخلتها بدون فيزا. واش مسانه هذا؟ واش مسانه؟ 89 صلى الله يا ربي. صيفنا في هايد بارك كورنر، الشمس هذاك العام هذاك شغل مليح. ايه انا على بالي الشمس، ما كانش بريطانيا، يقول لك البلاد الضباب. ايه ما حبيتش خلاص الشمس. ولا دخلت في وقت الصيف انت؟ دخلت جوا هكذاك. ما كناش نجريو باش نهربوا على كنا الايميغراسيون تاعنا كانت احسن حياه. كانت الحقره، كنا نهضروا على زمان كان واحد اسمه عبد الغني، محمد عبد الغني بريمي مينيستر، الوزير الاول في الجزائر، حق دار الحقره تاع العصابه ماشي جديده، قديمه، الحراك ماشي جديد. ولا واحد فينا حبس، اي واحد دار حركه ضد النظام حراك. ليه جر؟ علاش هجر؟ علاش هجروا؟ دوكا كان عندنا حوالي 7 مليون شباب وشابات وعائله جزائريين خارج البلد، ارض الشتات. واش راهم يديروا برا؟ ما عجبتهمش الشمس تاع الجزائر؟ ما عجبهمش الجبال تاع الجزائر؟ ما عجبهمش البحر تاع الجزائر؟ ما عجبهمش نو ما عجبهمش الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والحقره اللي موجوده في الجزائر. شكون هو زاك؟ قلت لك جيت لهنا الحمد لله، ما جابتني لا الحكومه، ما جابني لا معرفه لا والو. ركبنا في القطار وركبنا في الطياره وركبنا في الدبور وركبنا، ومن بعد جينا لوين؟ جينا طبعا فرنسا هي الباب الاولاني كبقيه الجزائريين. اي كبقيه الجزائريين، وفرنسا ما عجبتناش. علاش ما عجبتناش؟ نفس النظام، الحقره اللي كانت في الجزائر كانت في فرنسا، داروا فينا حاله لا بوليس هذاك الوقت وكذا. فاولا كنا نمشيو نلقاك شباب وكلش، غير نقولوا اسمني زاك ولا محمد ولا كذا، من تقلب بالصفه تاعهم. جينا لبريطانيا الحمد لله، قاموا بينا كل حاجه وقراونا وكلش، دفعنا فلوس، خدمنا. انا كان عندي خدمات الحمد لله، بارت تايم. علاش؟ باش نقرا الجامعه، ما جيش باش نلعب. هذا اللي نوصيه كمان للشباب تاعنا، اللي جا اللي هجر ما يهجرش باش يهجر. انا كرهت البلاد والفيد وكل حاجه، وما عاد يتخلق الفيد هنا لعمرك. نسمعوا في حكايه للاسف الشديد، بالك ماشي هذا هو الموضوع تاع اليوم، لكن نطرق ليه. جيت اول شيء ما تبقاش مع الجماعه اللي ما تنفعش للاسف الشديد. علاه؟ زدت وحدك وتروح وحدك وسافرت وحدك، تلاقيت معاهم هنايا لانه عندك نفس لاج ولا عندك نفس تلاقى مع ربي وحدك. ارحم والدك، تلاقى مع ربي وحدك. دونك واش دير؟ جيت باش تسقم روحك، صح خدمه ودراهم وشومبره وكل حاجه، بصح تستاهل شومبره فيها، ما تستاهلش شومبره، تستاهل ستوديو، تستاهل فلات، تستاهل دائما خزر للفوق، ما تحبش، ما تقولش البلافون تاعي مش عارف انا موطو ولا البلافون تاعي طونوبيل ولا البلافون تاعي نكسب انا شريطه تاع السوق ولا البلافون تاعي نخدم عند فلان ولا نولي ماناجر، ما كاش البلافون. الاجتهاد دائما وابدا. شكون قال باللي من قريش من والو جماعه صغار وكل حاجه يوصلوا حتى لفرنسا بالفتوحات الاسلاميه؟ العثمانيين الرومان هو فريتيز الاندلس اللي يجي الغربه. انا تجربتي الخاصه، ما تبقاش تقول بالك، ما كاش بالك، ما بتقرا مش باسمك، ما عندكش اوراق، معليش الناس يعرفوك هالبلاد هذه سورتو بريطانيا، يعرفوك شكون انت. غدوه تجيب ثلاثه عيبات تروح المدرسه وين قريت بها، تقول انا قريت بجون بيير، يزكوك ثلاثه، يقول انا ماشي جون بيير، خلاص تزوج دار كذا منا واسمه محمد بن عبد الله، من غدوه يعاودوا لك الدبلوم تاعك. وجبت المهنه هذيك، جبت الثقافه هذيك، جبت كل حاجه، تشجع الشباب باش احسن، دائما الاحسن. تفضل خويا صالح. قريت انت واش قريت خويا؟ انا والله غير قريت هوتيل مانجمنت. اوكي جيت قلت لك في
دابا فلاح في الجزائر، كان مدير فلاحة، مدير فلاحة، والحمد لله فيار يعني براود بنقول الفلاح. كي جيت لهنا حبيت ندير نفس الشيء، فرحت في بريطانيا مش كما في فرنسا، فرنسا يغلقوا لك البيبان، في بريطانيا ما يغلقوش البيبان. قالوا لي هاو الكتاب، تخيل كتاب اسمه الكينوت هذاك الوقت، فيه والله ما على بالي بالك 2000 مهنة ولا 3000 مهنة ممكن مازال موجودة الكتاب هذا كينوت. في الكينوت اختار انت واش حبيت. جلست مع ذاك في جوب سنتر وكذا، ما جيتش باش نبقى هنا، راني نخدم وراني ويتر وراني نخدم مش عارف في اللوندري روم وراني نخدم في كليني كومباني وراني نخدم. بدايتك كانت كبدايه جزائري كليني؟ اي جزائري. البدايه تكون هكذا، جبت البرمي خدمت مينيكاب، ما كانش يوبر والله، نقرا في الجامعه، شكون اللي قراني، شكون اللي خلصني، بابا ما عندوش باش يخلصني، الحكومه ماشي هي اللي بعثتني، جيت وحدي، بصح ما جيتش باش نبقى انا قاعد. دوك الكينوت هذاك دخلنا فيه، قلت له انا حبيت نكمل في الفلاحه، قال لي والله تخرج من لندن، عجبتني انا لندن يا بيان، الانسان ما يكذبش يا صالح. بلاد الدنيا يا محمد، هذه هي عاصمه الدنيا، النوار عاصمه المال والاعمال. الله يسلمك يعني. قلت لك انا خرجت من لندن مش محال نضيع، جيت متزايل الحمد لله، سواء لا كابيتال فلاح بالفلاح الفلاح. فقلت خلينا نشبعوا منها. نصحني واحد من بوكوس، كان صغير بوكوس تصور. جيمس دين، ما يعرفوش شكون جيمس دين. تفضل قلت لك نصحني، قال سي عليان، قال واش حبيت تقرا؟ قلت له، قال لي واش خدمت؟ قلت له انا والله سافرت. وين سافرت؟ قلت له رحت المانيا، رحت سويسرا، رحت كذا. واش كنت تخدم كي تسافر؟ قلت له نخدم في القهاوي، هذه هي سهله، نخدم في لي ريستورون. كاين جزائري، كاين جزائري. قال لي يو انستاند، يو انترستد ان كيترينغ؟ قلت له يو انترستد هوتيل المانيا. قال لي من هذه الخمس سنوات الجايين يكون عندنا شورتج، اسمع مليح، نص نصح في بريطانيا كيفاش النيه صافيه. قال منا 5 سنين ل 10 سنين يكون عندنا شورتج في الهوتيل مانجمنت، ما تقدرش تصور، ويولي الهوتيل مانجر، تكون جيب ديبلوم تاعك هوتيل مانجر يخلص خير من البنك مانجر. قلت له توكلنا على الله، وصح توكلنا على الله، وساعدوني في الخدمه تاعي، ساعدوني يعطوني الاوقات الروطه تاعي، الوقت اللي ساعدني انا نروح نخدم بالفيلو، ما كانش عندي طوموبيل بعد كل حاجه، مش لقى. بدايه جديده من الزيرو، تعاود كلش من الزيرو. الحمد لله 4 سنين تاع سوفرونس، وشديت على كرسي ووضعت الميزان وكل حاجه، بصح الحمد لله جابت النتيجه تاعها. وبعد دخلنا في التجاره، دخلنا في كونسلتنسي، من الانسان من بعد خلاص يتشعب من الدار، نخدم ندير رابور، ندير ايتيود للجماعه، حبيب يفتح مطعم، حبيب يفتح كذا، نخلص عليه الحمد لله وما شاء الله. والاولاد تاعي الحمد لله متزوج، واولادي قريتهم بنفس الطريقه. نرجعوا للهوتيل مانجمنت، يعني هوتيل مانجمنت تبان بلي الناس حاجه عاديه، لكن هي مشروع، مشروع كبير، مشروع كبير، تسير ناس، تسير فنادق، تسير يعني دخله اي شيء في المانجمنت عنده وزن كبير هنا في بريطانيا. يا صالح نعود نولي للجزائر، لا ميديوكريسيتي تاع الجزائريين، ضعف الجزائريين تاع الحكام بالجزائر. اوكي، عندنا 1200 كيلومتر تاع الشاطئ مش مستغلين. الجزائري يروح يصيف، غلطوا قال لك 1600 ولات، حظك حنا نحسبوا على حساب القديم، وما يكسلوها كما يحبوا، يلقصوا كما يحبوا، يكسلوا كما يحبوا. تيوا تاع القاصاني قال لك ماشي زوج، على بالك قال ثالث، زوج ما فيهمش بوك الكونتور، والثالث ماشي مش مديكلاري، قاعديهم للجيب ديالك صافي. الله يا رب. ف الهوتيل مانجمنت 1200 كيلومتر، الجزائري يروح يصيف في تونس، تونس نحترموا، تونس نحبوا تونس، خاوتنا خاوتنا، بصح عين ذبانه بارابور الجزائر، مخربين عندها قاره، قاره الله يبارك. بعد تقسيم السودان الجزائر انا اكبر دوله في المساحه. انا حضرت للاسف الشديد، اعوذ بالله من كلمه، انا حضرت التوريزم كي كان في زيرادا وسيدي فرج وكذا، ومنا كان عندنا لوتيل مزافرون، لوتيل سابلدور، لوتيل كذا. لازم تكون شباب باش تدخل، تستحي باش تدخل. الويتر ويتر خير ما هنا ولا خير ما هنا، واش من اسبانيوليات كما قال سبيكتر طاهر الله يرحمه، واش من العائلات اجناس من الاجانب، واش من كذا. ديسكوتيك في وسط زيرالدا مثلا، راني نحكي لك ما يدخلوش نيمبورت لوكي، ماشي تاع لا دروغ وكذا، يجي سواح من الخارج. في موجوا تصبت الشتاء هذاك العام، والله ماني شايف واش من العام هذايا، نمشي نحب البحر، نحب حومتي، نمشي على لا بلاج ما بين زيرادا لو كومبلكس وازير بلاج، ناس يعرفوا المكان. لقيت مراه اجنبيه قاعده وحدها هكذا، والحال مغيم، شغل بريطانيا سبحان الله، في جوا وتلعب هكذا، عندها بواطه تاع جودي شاكل، تلعب مراه كبيره في العمر جوجها، سقسيتها قلت لها الجو ماشي مليح وكذا، من هنا قالت بحق، قالت لي بلادكم جنه، بلادكم عندكم الصيف، عندكم الثلج، عندكم الصحراء، عندكم ما استغليناهمش. هذه الحكايات هذو في الثمانينات وفي السبعينات
ما استغليناهمش. علاش ما استغليناهمش؟ لانه اداره للاسف الشديد وحكومات تعاقبت حكومه وعده مرة وعدة من اجل النهب. رحنا اتصلنا بوزاره السياحه في الجزائر، رحنا منطقه بومرداس، كاين مناطق مهبله، رحنا شتي بازا وكذا منا باسكو بزاف الضغط عليهم الجنرالات استولوا كاع خلي الصحراء خلي الاخر. رحنا بومرداس انا نقول لك، وصلنا حتى لوزاره السياحه قلنا لهم هاوليك وكذا منا مستثمرين واجانب وهالبروجي وكذا وبتصور وكل حاجه، قال لهم ما درناش. وصلت المديره هذيك في سيدي فرج المكتب تاعهم هذاك الوقت تاع ديفلوبمون دي توريزم، مكتب تاعها قد الحديقه هذه، تهدر وكانت تهدر على الملك تاعها شخصيا، قلت لي ما تهدرش سي عليا، قلت لي ما تهدرش، قلت لي حبيت تخسر دراهمك رفضوا على الكره تاعهم. رحنا خلينا كل حاجه لليوم ابوندوني. راني نقول لك اللي يعرفوا الجماعه تاع بومرداس، شدها من بومرداس حتى لدلس دي بلاج با دي ماجين ما شاء الله، وزيد لهيه بجايه وزيد جيجل وزيد 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 الميديوكر. طريقه النظام الجزائري للاسف الشديد لازم يتغير. تفضل سي صالح. كيف التغيير هذا؟ كيف التغيير الحراك هذا؟ شوف تقريبا 37 ما شاء الله يعني فخم الشعب قام بالدور تاعو، يعني اين الثغرات اين الخلل اخويا زاك؟ بالمناسبه نحيي الناس الاحرار في الجزائر ونحييهم في كل قارات العالم. يعني انا شفت البارح، نعاود نرجع لك لشيء اخر، شفت ان الشرطه والدار كيضربوا المحامي القضاة بغض النظر حبينا ولا ما حبيناش، المفروض هذا الامور ما تحدث في بلاد دول العداله. طبعا 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 نحيي الشباب الجزائر والشابات والكبار والصغار والاطفال والنساء، كل واحد يتحرك قلبه، مش شرط يكون راح الشارع وما نلوموش الناس اللي ما يقدروش يروحوا لانه عنده مريض في الدار، لانه عنده شغل، لانه عنده مال، لانه عنده مركز، لانه مش عارف شو عنده. فلكن اي واحد حرك قلبه من الجزائر بارتو في الحراك، من ضمن الحراك. الحراك مش غلطات، لا، احنا الانطلاقه حكمه. لو ترجع للفيديو اللي درناه في شهر 3 خويا صالح، نهضروا على الحكمه ومازال نهضروا على الحكمه. خرجنا ماشي باش نخربوا، خرجنا ماشي اللي يجي الجون تاع فرنسا ولا تاع هونغ كونغ ولا تاع بلاد واحده اخرى، لا، احنا خرجنا باش نسقموا البلاد. وطلبنا ايامها وطلبنا اليوم ونزيدوا نطلبوا غدوه الحكام اللي راهي عندهم قياده، اللي راهي الموضوع في يدهم، اوكي، ارفد المستوى تاعك وطلع راسك وهد ولادك. هذا الشعب هذا اللي يخرج اللي حطيتوا عليه ذباب مانبورتي، كيف تجيب انت واحد للاسف الشديد بلاد واحده اخرى ما سموهمش يغطي على ولاد بلادك، يضرب ولاد بلادك، يحقر ولاد بلادك، يطفي له انت الفيسبوك، كيفاش طفي له الفيسبوك؟ كيفاش طفي له الحساب تاعو تاع يوتيوب؟ باي سبب؟ واش دار لك؟ عاود راجع نفسك. ما سمعوش الكبار هذول نهضروا عليهم، كاين الناس اللي حواليهم اللي قدامهم في ديورهم جيرانهم صحابهم كذا منا، واحد فيهم يروح يهضر معاهم. قال لي يا جماعه نعلو بليز ماشي بهالطريقه هذه، ما تغلقوش عينيكم واذنيكم حتى وين دخلوا في الحيط. لانه توصل لهالطريقه هذه رايحين للحيط، الضغط مش مليح. الشعب راهو يروح. نعاود نولي انا نكتبها ونعاود نكتبها، نقول لكم يا شعب الجزائر مازال هذه البدايه. ما لازمش نسأموا، ما لازمش نحبسوا، ما لازمش نقصوا. علاش؟ لانه العصابه هذه ربي يغلق لهم عينيهم، ما تنساوش بلي كاين ربي. كاين ربي هو راهو يشوف الفوق وراهو يخليهم هكذا يطلقوا محبلوا يعاودوا يزيروا، وكل حاجه راهم يديروها كل اسبوع يديروا بالغلط، علاش؟ ربي باش يثبت لهم بلي راكم غير طبعوا في حمار 100 حاجه. هذا ماك. توصل انت تقول انا من في الحق راح ندير الحق راح ندير الحق، تروح تلفت تجيب جوندار تضرب قاضي، كيفاش تطلب القاضي؟ تطلب القاضي خلاص سكرت البيرو سكرت كل حاجه وروح انت تحكم. انت القاضي انت الشرع انت البوكاط انت بغض النظر القاضي خطا ولا ما خطاش، المفروض ماشي بالطريقه هذه. دوله القانون القاضي يروح للمحكمه، قاضي مرتشي على ما كاش قاضي مرتشي كاين. ديريكتور لا بنك سنترال تاع 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 المانيا قبل انفيتاسيون بات ليله مع ولاده ويكاند راحوا ميسيون خلصها له تدخل شركه اجنبيه، طلعوا الفاتوره قال له سي محمد الفاتوره هذه شكون خلصها؟ قال انا ما ظنيتش باللي تنحسب بطريقه هذه. قال بقى على خير المحكمه ثم تحاوز. هذه بلد القانون، بلد القانون شكون اللي عنده السلاح؟ شكون اللي عنده الجنود ولادنا؟ شكون الجنود؟ عند العسكر هذا العسكر هذا العسكر شكون هو الجنود؟ غدوه يصدموا علينا كاش بلاد واحد اخرى شكون راح يحامي عليها انت ولا ولادك؟ غنبقى في فرنسا. احنا اللي نحاموا عليها، احنا نهبطوا نرموا كلش مورانا ونحطوا ندافعوا على بلاد. اليوم تجيب لنا انت يا ولاد الحرك ولاد مش عارف شكون نعرفوهم.
يبيعوا يشرو مع اليهود يجيبوا من يطفوا لنا التليفون يطفوا لنا الموبايل. لا ماشي بهذه الطريقه هذه. الحراك نعود نرجعوا للبدايه في الجزائر وفي بريطانيا وفي كل انحاء العالم انطلق بقوه وما زال بقوه ما شاء الله. اوكي في بعض البلدان للاسف الشديد تزعزع. علاش تزعزع؟ كاين اصحاب المبادئ ضعيفة، كاين اصحاب المصالح، كاين اصحاب الناس اللي يسمعوا ماشي الذهن تاعو، نرجعوا للحكمه، يسمع القلب. قال فلان شكيت فيه، قال فلان وقيلا راهو يدير، قال فلان وقيلا حب. انت شكون؟ راهو يهدر السيد او يهدر، خليه يهدر، واش قال حاجه مش مليحه او يهدر باش يطيح العصابه. هذا هو الموضوع تاعنا، نطيحوا العصابه. يهدرها بالاسبانيولي، يهدرها بالانجليزيه، يهدرها باي لغه، يهدر مع الجريده، يهدر مع مش عارف شكون. ما عندك ما دخلت. كيفاش انت باي حق تروح تشد الميكروفون في يدك وتقول لفلان اهدر هكذا ولا ما تهدرش هكذا؟ ما يصيرش، ما يصيرش. لليوم هي تصاهل، نشوفوا ندوات ونشوفوا كذا منا، وجاي واحد علينا يولي لنا عنتر في وسط الساحه. انا جبت روحي للاسف الشديد، جبت روحي لانه عندي ضغط، ضغوط ثانيه، مش مشيت سياسي ما خايف حتى واحد. عندنا لاباج اللي هي كينغدوم ماشيه ما شاء الله، ونهضروا فيها كيما نحبوا وما خايف من حتى واحد، نعاودها ماني خايف حتى واحد، لا هنا ولا في الجزائر. قدر اخويا زاك سمعنا باللي زاك هذا واحد الوقت ساهموك بلك حبيت دير دوله انتقاليه شادو جوفرمنت. نعم تراك في بريطانيا حريه الراي. نعم يعني تحكي لنا على الفكره هذه كيفاه؟ انا كنت في البلاد، انا ما كنتش هنايا. نحكيو لي وحكاو لي حكايه، حبيت نسمع من عندك كي تلاقيتك. شوف الحراك بدينا بطريقه مانجمنت، يعني لازم تزيرها سياسيا، اكشن بلان واجتماعات وكذا. ما كناش نخرجوا هكذا قبل. اجتماع اللي شاهدين كاين ناس ما نحبش نذكر الاسماء، مش عارف انا موافق ولا مش موافق نذكر اسمه، لكن في كنا في واحد 10 عباد ما شاء الله نسهروا ليل ونهار، نساو رجال، نساو رجال. نديروا اجتماعات 4 سوايع ما نتلاقاوش، ما كناش نتلاقاو، كنا نديروا دي جروب تاع الفيسبوك وكذا منا، وبالفيديو والاوديو وكذا منا، ونبداو نكتبوا ونهضروا وكذا منا، كل واحد عنده مسؤوليه يخدمها. كنحل كنتلاقاو نهار السبت خلاص كلش موجود. النظام لا سيكوريتي، القوانين تاع البلاد هنايا شكون اللي تنسق معاهم، الكريه تاع الزامبليفيكاتور والاخر، الناس شكون يشب الجيليه، كل حاجه. تنظيم كبير ماشي سهل. الناس اللي عندهم الحراك في بلادهم ثاني على بالهم باش نهضروا، بصح ما توقفناش تما. علاه؟ كل النظره تاعنا اللي كنا فيها للاسف الشديد توقفوا ناس كانت بعيده. واش هي بعيده؟ الحركه ويمشي، دائما الحركه ويمشي، اللي هو هذا راك تبين به للناس والعالم وكل حاجه بلي راني غضبان. اون ذا سايد عندك حاجه واحده اخرى هي تمشي محمد، ما تستناش هذا السيد يجي لك البير الاخر. لا لا، كنا حابين نديروا لجنه تاع القضاء، نلقطوا الدراهم ونتابعوا هاد ولادهم اللي راهم يدوروا في فرنسا ويدوروا في امريكا ويدوروا في الانجليزي يدوروا كذا قانونيا. ما عندنا لا سلميه سلميه، قلنا جيب افوكا. كاين لي افوكا هنا تاع حقوق الانسان وكل حاجه فور ناثينغ، ليتل ماني يبدا لك الكيس، الكيس تبدا تزعزع فيها، يحسوا باللي رواحهم باللي هربوا للخارج ماهوش مليحه للخارج. عندك دليل انا في بلد القوانين هنايا ايغلازور. بارك الله فيك. ايغلازور ديت دراهم من بريطانيا. بارك الله. رغم انها شركه فرنسيه. بيان سور يخافوا منهم، يخافوا منهم. عندك الضغط هنايا على ديمقراطيه، وبعد واحد ما يقدر يحكم عليك انا، واحد ما يقدر يتبعك في القوانين. علاش؟ لانه بلد ديمقراطيه. درنا الجرائد، كنا نتبعوا في الجرائد، درنا لجنه كنا نتبعوا في الجرائد في الميديا في الرويترز في 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 الجرنال والتلفزيونات تاع البلاد هذه. يردوا عليهم؟ كنا نردوا عليهم، كي يكتبوا حاجه مش مليحه ولا ماشي سواسوا، ماشي حاجه مش مليحه، ما يكتبوش الحقائق تاع الصح، وتصور كنحطوا تصور تاع التسعينات. نعاودوا نكتبوا لهم. والله الريسبونس كان ما شاء الله، ما شاء الله. الاسبوع هذا وكان نشوفوا الاسبوع هذا كان الناس نشطوا معنا، وكان الناس متاكد من كل انحاء العالم، لكن اللي مشطوا معنا من بريطانيا كيفاش حركنا الريوترز، كيفاش حركنا البي بي سي، كيفاش حركنا كذا باش هدروا على البريمي نوفمبر. كانت راكده واحد ما كان يهضر من البريمي نوفمبر، كان جريده ولا زوج يكتبوا هكذا سطر وزوج ومشي على على روحك. دونك هذا من خم من ضمن الاكشن بلان اللي درناه. درنا حاجه واحده اخرى اللي هي الشادو جوفرنمنت، اللي هي حكومة الظن. ما درناش، حضرنا عليها. كيفاش دير حكومة الظن؟ حكومة الظن ما ديرهاش واحد خويا صالح، مستمعين الكرام. حكومة الظن تندار بناس أول مثقفين، ناس تجربة، وناس على بالهم شنو يديروا، وناس متمكنين وعندهم الوقت، لأنه هذا منصب يتطلب بزاف الوقت، بزاف المجهود. واش هو الشادو جوفرنمنت ولا حكومة الظل اللي هي مستعملة هنا في بريطانيا؟ هو نموذج بريطاني طبعا. عندك الحكومة اللي هي ماشية، اللي هو الحزب الحاكم اللي هو هنا الكونسيرفاتيفز،
شكون يعسوا هذا الحزب الحاكم عليه؟ لازم واحد يعسوا، يعسوا قانونيا حزب الاوبوزيسيون. في الاوبوزيسيون باش عندهم الحكومه اللي موجوده هي اللي تحكم في البلاد، الاوبوزيسيون عندها نفس الشيء بصح ما عندهاش فعاليات، ما عندهاش قرارات تخرج. واش يديروا؟ يتبعوا الحكومه هذه او الغوفرنمون هذا اللي يمشي كيفاش هو يمشي، ولا صح ولا مش صح. وزير الفلاحه الحاكم اللي راهو يمشي في البلاد عنده في الشادو غوفرنمنت اللي هو في الحكومه الظل عنده وزير فلاحه يتبعه مع ليكيب تاعو. شحال عندنا من قطر تاع تراب، شحال عندنا من تراكتور، شحال عندنا من كيلو تاع القمح، شحال عندنا من بقره، شحال عندنا من الاخر بالتدقيق، وين شحال البيجي تاع وزاره الفلاحه وكذا. بس لانهم هما المعارضين سي لوبوزيسيون دوك عندهم افكار، كي يغلط هذا يقول له بحبس 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 واش راك دير سي محمد، على حد لنا البراج هذاك هو مليح، على حد لنا تجيب اللحم باغ اكزومبل من البرازيل حنا نقدروا ننتجوه في تيارت مثلا. أيوه. تروح جماعه تاع الصناعه كيف كيف، تروح الجماعه تاع الترونسبور كيف كيف، تروح الجماعه تاع الجامعات كيف كيف، تروح تاع الصحه كيف كيف. دونك غوفرنمون ماشي وكاين غوفرنمون قدامه ماشي باش يدير له انقلاب. واش كيما ضربت فرحه مني سما فهموا هكذا كوما ما فهموش، للاسف الشديد ما فهموش، للاسف الشديد ما فهموش هذو الناس هذو للاسف الشديد يسرب المعلومات يعني يسرب المعلومات. للاسف الشديد الناس مغرورين اول شيء، هكذا الناس مغرورين. وكاين ناس للاسف الشديد نظل نقولها انايا قبل ما تجاوب على واحد ولا تقول له انت واش تعرف وكذا، سقسيه اعطي له اوبن كويستشنز محمد، كيفاش وعلاش وقتاش وكيفاش نلحقوا لها، يعطيك معلومات هكذا وانت تخمم. ماشي من نهار الاولى تبلوكي انت وين تعرف، انت تعرف جربتها، هاي مجربه في البلاد هذه صعبيه، البلاد القديمه تاع زمان كانت امبراطوريه تاع الدنيا هذه، هم يخدموا هكذايا وراهي ناجحه ولاباس بها، ما يضربوش ما يتسبوش. قلنا حكومه الظل، قلنا يا جماعه بدينا نتصلوا نديروا اتصالات مع ناس بي اتش ديز دكاتره وناس من سيسين وناس كذا منه اللي يسمعوا من وراء البيبان للاسف الشديد، فاهم؟ اداوا الكلام، وين اداوا؟ اداوا القنصليه، بيع وشرى، بيع لي كارط وشري لي كارط وورقه مانيش عارف كذا منا، قال زكا راح يدير لكم، ردوا بالكم راح يدير لكم انقلاب وحكومه الظل. انا زاد زكا موش الراجل الوحيد اللي كان في الحراك، بارك الله فيك، فهمت؟ انا نحكي لك هذا مشروع بنيان، مشروع لازم يندار، بنيان لازم يندار، نعاودوه لازم يندار. اللي يحكم لازم يكون عنده حكومه الظل تابع فيه، علاش باش ما نوقعوش في الخطا القديم. كيفاش 4 سنين واحد هو هكذا يخدم تبول هذا عبد المجيد تبول هذا يديروا عليه نارايس هكذا، البارح هو كان يزغر تيقول بوتفليقه نتايا ونحلف وكذا ويقسم في الكاميرا تيفاصيها ما يقدرش يفاصيها. كي كان في وزاره البنيان وزاره الاسكان هكذا، انا نعطيكم دي دوسي ماشي قصره ولا روحوا الدار تراب يسموها لي دومين سيرفيس دي دومين في سعيد سعدين سعيد حمدين سوري في الجزائر في الجزائر هكذا، إدارة تاع يسجلوا فيه التراب، قولوا لهم الفترة اللي كان فيها هذا اللي راح بيقول لنا رايس اللي يقول لنا أمين. هذا إذا كانت شفافية وطبعا مصداقية في إعطاء المعلومات طبعا. هما مصداقية أنا نقول لك أنا يروحوا لتم ياكم ياك عندنا ديارات وعندنا كذا واش خدمتهم ياكم، يقول لك هم يتبعوا القاضي ويتبعوا في الآخر، روحوا تبعوا هذا ياك مرشح قال الدوسي تاعو صافي ماشي صافي. كي كان هو يحكم شحال من ماشي جنرال برك صحابه وصحاب صحابه وفاميلته وكذا، هو بالك ما داش ما عندناش مشكله سجل على ناس واحد اخرين ما دخلناش فيهم. شحال من واحد سجل تراب ما نهضروش على ان هكتار، 5 وطلع لفوق، 5 قطارات صالح، 5 قطارات لفوق مسجله قانونيا بهو بسمح لها. لا فيل لا نوفيل فيل سيدي عبد الله نعاودها لك، سي بروجي اللي هو ماشي فاشل، فشلوه كلاو 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 كلاو، هو اللي كان على رئيس العصابة في هذاك الوقت، هو اللي كان مسؤول عليها. دوك نعاود نقولوا وكان عندنا حكومة الظل وكاين وزير تاع البناء ولا وزير تاع الإسكان في حكومة الظل مقابل ويتابع واش دار تبون واش دار كذا واش دار شحال بنا شحال كذا، وعنده ليزارشيتك وعنده كذا وعنده معلومات عنده في كلش فينونسيير كذا منا، أول شيء في البرلمان يهدرها وثانيا في الإعلام يهدرها ثاني. دوك الناس تفيق على بالو غبب وحبس هذاك السراق عليه قبل ما نوصلوا ورانا واصلين له. واش راك تشوف فيه الوضع هذا اللي انا فيه لحقنا فيه كما نقولوا الوضع هذا حارج مرحله صعيبه شويه، واش راك تشوف فيها اخويا زك؟ الصالح يا خويا ماشي حارج، وعاود هالشعب الجزائري هنا ما كان داخل وخارج البلاد ماشي حارج، لا هذه ثوره
سبع سنين جدودنا ومالينا سبع سنين هما في البرد، ما عندهم ينيبات وما عندهم ينيبات وما عندهم حتى حاجة. احنا رانا نخرجوا مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، ثلاث مرات في الأسبوع. شحال من الأسبوع قلنا 37، هكذا 37 في 3 شحال؟ 90 يوم. 90 يوم برك نعلو بليس يا جماعة، 90 يوم تكره، ربع شهور تكره، ما تكرهش. هذو الناس شحال في عمرهم؟ 80 82 83 84 شحال قالوا في المعيشة؟ عودوها نورمال، مش أنا قبض الأرواح ولا مشي على 200 سنة. صح ما بقاش بزاف وين يخرف، راسو سي بون يتحبس. كيف حبس بيت فلوقه كيف حبس؟ أول شيء يحبس لأنه شهور ها؟ راي 9 شهور زيد 9 شهور واحدة أخرى، ما عندناش مشكلة، سلمية سلمية. بس هو شنو؟ لازم نرفعه شوية من الضغط. ما فيهاش أخطاء وقعت في الحراك؟ أخطاء لازم تكون. كيف راح يصلحوا هذه الأخطاء؟ أنا حكيت لك كيفاش تصلح الأخطاء. أول شيء الوحدة، فهمت؟ أول شيء الوحدة. حنايا ندعو الناس كاع جميع الفكر اللي عندك انت، كوسو سو انت كوميونيست، كوسو سو انت اسلاميست، كوسو سو انت مش عارف شكون، كوسو سو كذا. اليوم عندنا التارجت الاولى الاخيره هو اسقاط هذا النظام، تحرير الجزائر. تحرير الجزائر، نهار اللي تحرر الجزائر يا خويا بعد يديروا لي بارتي بوليتيك. هذا اللي هضرناه من اول يوم تاع الحراك. اللي يحب يدير بارتي بوليتيك يدير بارتي بوليتيك. انا على بالي على من فوتي غدوه، وصالح على بالي على من فوتي، هو حر وصاحبي ويبقى صاحبي. تكون دولة العدالة. دولة العدالة بارك الله. إذا غلط نقول له صالح الحزب تاعك راهو غلط، أو درت هكذا وكذا وكذا، ومن بعد الحزب تاعو يروح يتحاسب في قانون العدالة. الضغط اللي لازم اليوم نديروه، الضغط اللي لازم نديروه خاصة في الجزائر، اللي هو واش داروا الناس في بلاد مثلا في لبنان ثلاث أسابيع. ما نخدموش يا محمد ثلاث أسابيع. قال لك اقتصاد، هكذا نهضروا مع ناس هكذا، قال لك اقتصاد البلاد وراح تدمرنا البلاد. اش تدمر البلاد؟ سبع سنين وسيد راقد في شازلولونت تاعهم على باش كاع واش صاري وجماعه يسينيو. مش هذيك لبنان اخي، نعاود نرجعك لبنان يا اخي. شوف الوقت فراوها 60 طائفه. نعم وفراوها. وحنايا شويه مختلفه في لبنان، شويه مختلفه في لبنان. علاش اختلاف؟ دوك نقول لك علاش اختلاف. هذيك 60 طائفه هذيك ما حبوش يزعزعوا البلاد، فهمت؟ ما هما الفوق لما نحكوا على اللبنانيين ماشي نشكروا فيهم ولا ناس متقفين، ماشي سنه رابعه للاسف الشديد، فهمت؟ اللي ماشي قاري فيهم ماشي قاري فيهم عنده ليسانس، فهمت؟ الناس حوسوا، ماشي حوسوا في الكباريات وحوسوا في الزابارتومون وفي الفيلات وفي النخله وخلعوهم شويه بين. شفت انا فيديو هذاك الوقت راح واسمه هذا سلال راح لدبي قال لهم مليحه بلادكم، بلادنا مليحه يا استغفر الله يا ربي. مين نحبوش هذوك الكلام ماشي مليح. هذوك عندهم بلاد، هذوك صحراء الرمل من بعد البحر ما كاش ما كاين حتى حاجه واحده اخرى، 50 درجة مئوية في كل ما يعيش تم للأسف الشديد. كل خولك بشوية زجاج هكذا وش زجاج ما عرفوش نديرو حنايا مسخرو بينا. شكون اللي دار لهم بلاد هذيك؟ شكون اللي دارها لهم؟ نعاود الحكاية، داروها لي زالجيري حبوا ولا كرهوا، وما نكروهاش حنا اللي نكرناها. كاين مهندس بومدي الله يرحمه هذاك الوقت يهضر مع باباهم الكبير هذاك الشيخ زايد، قال له كاش نديرو؟ حبينا نديرو لكم مارسون اطراك تاعكم تأميم البترول. قال له ساهل الحال يا شي، حنا الرجل النيف وما عندهمش النيف. عمر له طيارة على بالك بها صالح قايد، على بالك بها الكلام هذا، عمر له طيارة تاع الزنجير وبعثها له. إيزون فيس كون أبل أدنوك، شركة أبو ظبي للبترول لليوم كبرت 70,000 خطرة على 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 سوناطراك، على سوناطراك. أول منتج تاع البلاستيك هو ما عندهم. حفنة هكذا بلاد حفنة. وحنا قارة مع الأسف الشديد. من يجيبوا البلاستيك؟ شميني تاع البترول يخرج الفلار هذاك، يخرج الدخان الدائن هذاك، يعاود يوسوس هذاك، يعاود يرجع يسقى من بوين. اليوم نستعملوهم حنايا في عوض نستعملوهم باش نعاودوا نبنوا بلادنا، يعاود يسقموا نكلخوا لهم كما كلخوا لنا. ابعث لي واش عندك هذا، كيفاش طلعت هذا الشيء هذا؟ لا لا ابعث لي واش عندك كيفاش خرب بلادي، ابعث لي كيفاش الذباب الالكتروني الكرتوني، مش الذباب الالكتروني الكرتوني سميته. اليوم الضغط نكمل له الحكايه تاع الضغط، لازم توقفوا من كل شيء، توقفوا من الخدمه، توقفوا عصيان عصيان يا محمد. حبيت مشيها مشيها، ما نخدم لي في الايروبور ني في سونال غاز ني في الاخر. تفطريسيتي تفطريسيتي واش ورا المشكل؟ تفطر غاز مطفي اسبوع، اقسم بالله غريركم والله ما تعداها على اسبوع. شنو نحكي لك مليح مليح. واش لازم الاتحاد؟ لانه هذو الناس ما يحشموش. هذو الناس قالوها في التسعينات، قالوا نضحوا ب 3 ملايين جزائريين من اجل الكرسي، مش من اجل الديمقراطيه ولا يكذب عليك. وين كان هذا؟ كان معاهم، كان يتصور معاهم قايد صالح. نعاودها انا حطيتها وكتبتها ونزيد نقولها له. كان يتصور مع الذباحين. كيف كان يتصور مع الذباحين؟ كان امام ولا هو اللي كان يغسل الذراري هذوك اللي كانوا يذبحوا فيهم؟ هو كان يعطي في لي زور دو قالوا بليس. دوك الانسان هذايا افتح الباب لعمرك وطير وروح،
وي جيف يو ذا اوبشن. الناس الشعب يعطوك الاوبشن اللي هي توكل على ربي. واش درت؟ روح مسامح بس ما تزيدش خرج بس زيد دينا فيه حاجه اللي ما لازمش ما تصلحش ما تصلحش. فالضغط الشعب الجزائري لازم يضغط الضغط، حبس الخدمه، حبس كل حاجه، حبس اسبوع، في خلال اسبوع تشوف كيفاش النتائج. يعطيك الصحه اخويا زاك، اخر كلمه. شوف نحبوا الجزائر، نحبوا الجزائر اكثر من الناس اللي ممكن في الداخل. كاين الناس يقول لك انتم راكم الخارج وعجبكم الحال، الله ما عجبني الحال. انا نقول لك انا شحال عندي في الغربه هنايا بلا 30 سنه، والله غير مولا 15 سنه بديت الفواياج، والله واحد ما خلص الفواياج نحكيها لكم مليح، والله غير بعقد جبيني هكذا. وكل ما نروح نروح باش نلصق. علاش باش نلصق؟ باسكو ما عندنا والو زعما للاسف الشديد، فهمت؟ دوك نحبوا بلادنا، وكان غدوه ان شاء الله تفتح البلاد ماشي باش ندو خدمه لواحد اللي يولي راه في الجزائر، لا 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 لا، اتحاد قوه، اتحاد قوه باش نعاودوا بنوها، والخبرات اللي كاينين في الخارج نعاودوا نجيبوهم من الداخل، يولي والله العظيم وكان يسمعوا للشعب، والله غير يولي البريطاني يجي يميغري في الجزائر، يجي الالماني يميغري في الجزائر، كانت كاينه ماشي جديده هذه مع الاسف الشديد، كانت كاينه في الجامعات، كاينه وان شاء الله ربي يوفق وترحموا على الشهداء. وإن شاء الله ربي يوفق الجزائر والجزائريين ما كانوا. وشكرا على الدعوة أخي صالح، والسلام عليكم. شكرا عليك، السلام. السلام عليكم فايز.